النون مسوي خصم اسمه يلو فرايدي. هم غير يعني بلاك فرايدي بس على طريقة نون. يلو فرايدي مسوين من 24 تخيلي إلى 30، يعني بلغي اللي تتواصلين معاها من السعودية ان عقلي بيشتري عطوري مسكينة هذه تعبت، يعني وايد تعبت. كل ما يسوون عروض انا دايما اختار الاشياء اللي ما اقدر احصلها، والله العظيم كل ما يعني احس انه في شيء صعب علي ادش ابلكيشن نون واحصله، وايد حلو. طبعا الخصومات توصل هالفترة لان يلو فرايدي ومع نون نونها ل 80%، وعندي كود خصم. الكود الخصم كم؟ 10%، يعني 80-90%، يعني انتوا اللي عليكم بس تدفعون 10%، وايد حلو. وندخل على ابلكيشن نون. انا ما احب اطولها معاكم، احب اوريكم. شوفوا نونها يا نون من 10% ل 80% على كل شيء من 24 شهر ل 30 نوفمبر على الجوالات والإلكترونيات، الأجهزة المنزلية، الجمال، الأزياء، الأطفال والألعاب، وأيضا البيت. وهني طبعا مسوين اشتر قطعة وتحصل على الثانية مجانا. شوفوا العروض اللي مسوينها نون على كل شيء. تخيلوا لازم وضروري تلحقون على العروض اللي مسوينها لأن فرصة وايد. بوريكم طبعا الجوالات على الآيفون، على التليفون آيفون 11 برو، وأيضا على الإلكترونيات. شوفوا ندخل على الأجهزة المنزلية، يعني عروض جدا خطيرة. على الجمال حق البنات، المكياج 50-80، العناية بالبشرة 40-60، يعني وايد أشياء وعروض حلوة. الأزياء في حق براندات معينة، نايك، ريبوك، أديداس، وايد أشياء حلوة. أنا متابعيني نفسي يعشقون شيء اسمه عطور، فندخل على العطور. شوفوا على جوتشي، والله العظيم اليوم فرح كانت بتاخذ بلوم، والحمد لله أنا ما أخذت لأن عليه 56% خصم. شوفوا على أشياء وايد، يعني وعلى أشياء يمكن الحين مو موجودة بالسوق، يعني مثلا هذا الشيء مو موجود الحين بالسوق، حتى بالمطارات ما في. في أشياء وايد مثلا جوتشي راش مو موجود، أشياء يعني فنتجية بصعوبة تحصلونها. حتى فيرزاتشي مسوين عليه خصومات وايد حلوة، وأيضا البراندات العالمية الثانية مثل خلينا نقول ديور بصعوبة إنكم تحصلون إنه يسوون خصومات على عطورهم. عليكم إن تكتبون بخانة البحث اللي أنتوا تبونه ويطلع لكم أي شيء تبونه، متأكد 1000% عليه خصم. وهذا الحلو بنون بنونها. وعليكم بألف عافية، ولا تنسون تستخدمون الكود عشان يسوي لكم خصم 10% عشان يصير الموضوع فيه 90% خصم. أحلى من كذي ما في. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.